لنتطرق قليلا لما حدث في الآونات الأخيرة. وجدنا حدثا هاما أثار جدلا كبيرا في صفوف العالمين. أقوى لاعب شطرنج الروسيين أيها السادة اسمه كازاروف لم يهزم من قبل من قبل أي لاعب شطرنج آخر على هذا الأرض. ولكن ماذا وجدنا؟ وجدنا أن هذا اللاعب هزم من قبل حاسوب. هذا الحاسوب ماذا فعل هذا الحاسوب؟ هذا الحاسوب علم آلية لعب هذا اللاعب وقام بتغيير برمجته على أساس أن يفوز في اللعب على هذا اللاعب. فنجد هنا أن إنسانا وبشرا قام ببرمجة حاسوب فتغلب عليه. وهذا هو المشكل أيها السيدة. منذ أن كان الذكاء الاصطناعي أو الصناعي مبرمجا من قبل البشر مصنعا من قبل البشر ليخدم البشرية وجدنا أنه تفوق على البشرية وجدنا أنه صار تهديدا للبشرية وللإنسان في حياته في إنسانيته في عمله وفي أمنه وصار تهديدا لبقاء البشر. وهذا هو مشكلنا المطروح الذي نتطرق إليه اليوم. وعلى هذا الأساس تنزل قرار المجلس بأنه يندم على تطوير الذكاء الصناعي المتقدم. ونحن كفريق للموالاة نوالي قرار المجلس بصفة لا مشروطة وذلك إيمانا من وذلك انطلاقا من مبدأ عام أولي ألا وهو أننا نتحسر على تطوير الذكاء الصناعي لأن هذا التطوير حاد عن مساره وعما جاء لخدمته. إيمانا منا بهدف واحد وأوحد ألا وهو تبيان أن مستقبل هذا التقدم مجهول وأنه أصبح تهديدا صارخا للبشرية. سأبدأ أولا بتعريف بعض المصطلحات التي جاءت في قرار المجلس. وأما بالندل فإنه نقصد تأسفنا لما آل إليه الذكاء الصناعي المتقدم كما قلنا. وأما الذكاء الصناعي المتقدم فهو الآلات التي تملك القدرة الفكرية المساوية للقدرة الفكرية للإنسان على الأقل أي أنها يمكن أن تفوق هذا الإنسان ويمكن لها أن تتجاوز قدرة ذلك الإنسان من خلال إعادة برمجة نفسها. ونحن سنبين لكم أيها السادة التهديد الكبير كما قلنا في هدفنا من خلال استراتيجية واضحة. سنبدأ أولا من خلال تبيان كيف أن تطور الذكاء الصناعي يقلص العمالة، ثانيا كيف أن تطوير الذكاء الصناعي فناء للبشرية، وثالثا ورابعا محورين ستتناولهما زميلتي فيما أن الذكاء الصناعي أصبح مستغلا لخدمة الحروب، ورابعهما أن الذكاء الصناعي أصبح أيضا مستغلا للتلاعب بمصير الشعوب. وأما حجتنا الأولى فمنطوقها يقول أن تطور الذكاء الصناعي أيها السادة يقلص العمالة. نفسر فنقول نرى أن الشركات الكبرى تسعى دوما إلى تحقيق الحد الأقصى والأعظم من المرابح طبعا بأقل الأضرار وبأقل المصاريف. فماذا نجد؟ نجد أن هذه الشركات تجد أمامها حلين. الحل الأول أن تنتدب مجموعة من العمال وتعمل يعني أن توفر لهم ظروف الراحة وظروف العمل الجيدة وتستجيب لحقوقهم وتستجيب أيضا لشروط أجرهم. وأيضا هذا العامل معرض للتعب، هذا العامل معرض أيضا لأن يعني يأخذ إجازة في وقت ما، ومردودية هذا العامل ليست مضمونة أيضا إذ أنه معرض للخطأ. ولكن ماذا نجد في المقابل؟ نجد روبوهات نعمل على تطويرها منذ الأزل، وهذه الروبوهات أصبحت اليوم في مرحلة الكفاءة المطلوبة جدا من قبل الشركات، وأصبحت في مرحلة من التطور الشديد لأن وصلت أن لا ترتكب أي أدنى خطأ في العمل داخل الشركة. وهذه الروبوهات أيضا لا تتعب. هذه الروبوهات لا تطالب بالإجازات طبعا، هذه الروبوهات لا تطالب بالأجور طبعا، هذه الروبوهات قابلة لأن تعمل 24 ساعة على 24 وتعطي مردودية عظمى. وبالتالي فإن شكرا لك، وبالتالي فإن هذه الشركات ستتجه بالأساس في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة لأخذ هذه الروبوهات وجعلها مكان العمال أيها السادة. وهذا ما سيؤدي بالأساس إلى طرد العمال في جميع الشركات أو معظمها مثل ما نراه على واقعنا الآن في جميع المجالات، وطرد العمالة
العمال سيؤدي إلى البطالة، وهذه البطالة ستؤدي إلى تفشي الكثير من الأزمات داخل المجتمعات. وبهذا نرى كيف أن الذكاء الاصطناعي سيهدد الاستقرار الاجتماعي للدول. والمثال على ذلك الشاحنات التي تعمل الآن كندا على تطويرها، والتي هي شاحنات بدون قائدين اصلا، وبالتالي فهي تضطر الى طرد عمالها وجعل هذه الشاحنات مكان هؤلاء العمال. وايضا هنالك دراسه اسمها دراسه ماكنزي تثبت انه 14% من نسبه القوى العامله ستندثر بحلول سنه 2030. وهذا ايها الساده يعود ويخدم هدفنا الاساسي والرئيسي، الا وبينا فيه ان مستقبل هذا التقدم مجهول وانه اصبح تهديدا صارخا للبشريه. واما حجه عفوا تفضل بمداخلتك. اذا اوضحت ان هذه الروبوتات متطوره ولا تقوم بالخطا، اليس من الخطا عند فريق الموالاه انها تهدد البشريه كما تريدون انتم؟ نحن قلنا انه في مجال العمل هي تقوم بالخطا وتهدد البشريه من خلال انها ستؤدي الى البطاله والازمات التي ستجتاح المجتمع من خلال هذه الروبوهات. ولكن نحن سنتحدث في نقطة لاحقة كيف أنها تشكل تهديدا أيضا من خلال أنها قابلة لإعادة برمجة نفسها. وهذا ما يقودني أيها السادة إلى حجة الثانية التي تقول أن تطوير الذكاء الصناعي فناء للبشرية. وفي هذا الإطار نقول أن الروبوهات المصنوعة من الأساس كما قلنا لهدف سام ولبين، ألا وهو خدمة الناس والرضوخ إلى غاية الناس ومساعدتهم على حياتهم. ولكن هذا التطوير حاد عن مساره، وهذا التطوير زاد عن حده، وما يزيد عن حده أيها السادة ينقلب إلى ضده. وأصبحنا نرى اليوم مخاوف كبيرة جدا من أن هذه الروبوهات قادرة هي نفسها على إعادة برمجة نفسها وعلى إعادة هيكلة برامجها حتى تصبح تفوق الإنسان قدرة، وحتى تصبح تتحكم في الإنسان ولما لا في وقت ليس بالبعيد. وهذا ما أثبتته عديد الدراسات، وهذا ما ومنها دراسة ستيفن هوكينج في سنة 2014 والذي نص على أن الذكاء تهديد كبير للبشرية. والمثال على ذلك أيضا الروبوت صوفيا التي نراها في السعودية أيضا. وهذا ما يخدم هدفنا أيها السادة، وشكرا لكم. تخيلوا سادة الكرام لو أن مكان محدثكم هذا غاليليو في العصور الوسطى، وجاء ليخبر الناس بأن أن الأرض كروية وليست مسطحة، لجاء فريق الموالاة داعيا ومواليا لإعدامه بالشكل الذي جاء به. هذا ما جاء به فريق الموالاة، كبح عجلة التطور الإنساني، كبح الحضارة الإنسانية، دعوة للتأخر والتخلف المتعمد. سادة الكرام لا تخترعوا، لا تبحثوا، لا تجدوا المجهول أيها السادة، بل ابقوا في أماكنكم خوفا من مجهول نراه نحن في فريق المعارضة. سادة الكرام مجهولا قادما مستقبلا مشرقا بأيدي البشر والإنسانية وما صنعوه بأيديهم من الذكاء الاصطناعي. سادة الكرام تحدثت المتحدثة الأولى حول أن الذكاء الاصطناعي خطر على البشرية لأنه يتفوق علينا كبشر. أتحدث أنا كذلك، الرافعة تفوقت علينا كبشر في قوة الحمل، هل الرافعة خطر على البشرية؟ هل نستغني عن الرافعة وتهددنا لكونها تتفوق علينا في قدرة الحمل؟ الكثير من الأشياء تتفوق على القدرة البشرية، وهذا إضافة وميزة لهذا الشيء، فهو لأنه يتفوق علينا نحن بحاجة له، لأن المشاكل التي تواجهها البشرية وسنوضح هذا الشيء تتفوق على القدرة البشرية حاليا، ولذلك حلها الإنسان البشري بصناعة ما يتفوق عليه بمختلف المجالات صناعيا قويا ومن ناحية الذكاء الاصطناعي. تتكلم عن أن الخوف من المجهول، وأن المجهول دائم بالضرورة سيء، من قال هذا؟
عندما أطلق الإنسان لأول مرة شرارة تلك النار، والجميع اجتمع حول تلك النار ليرى ما هي، وضع يده فيها فاحترق لربما في البداية، لكن الإنسان استطاع استخدام هذه النار، واستطاع تطويرها، واستطاع العيش بسببها وبناء وعلاج العديد من المشاكل والاستفادة منها لأعلى الأسباب، وكانت في البداية مجهولا. هل نطفئ تلك النار وتلك الشرارة النيرة التي ستضيء لنا العالم فيما بعد وتفتح لنا جميع الآفاق من أجل خوف فريق الموالاة من المجهول؟ لا تقفوا مع هذه الآراء يا سادة الكرام. سادة الكرام، تتحدث أيضا أن الذكاء الاصطناعي سيقلص العمالة. أيضا وأعيد وأكرر مثالا رافعا، الذكاء الرافعة تحمل حمل 10 من الرجال، أدت الرافعة محلهم وذهبوا إلى البيت لأن تلك الرافعة تحتاج عمل رجل واحد. لنكسر كل الروافع ونطلب منها 10 من الرجال ليحملوا كل صخرة إلى مكان عملها. هل هذا الشيء صحيح؟ هل هذا القياس صحيح سادة الكرام؟ بالطبع ليس صحيح. لماذا نستخدم الأدوات إذن؟ وهنا رد واضح وصريح. لا يفهم فريق الموالاة معنى العمل وقيمة العمل. فالعمل قبل 100 سنة لم يكن كالعمل كالأعمال اليوم. واستدلت بدراسة أؤكدها وأصححها لها سادة الكرام، في دراسة ماكنزي، إذ أن 14% من الأعمال الحالية، ليس من قوة العمل الحالية، لن تكون موجودة بعد 2024. الأعمال ستتغير، لكن البشر هم سيعملون في أعمال مختلفة، أعمال تتناسب مع تقدم العصر، تتناسب مع تطوره، تتناسب مع الإنجاز الكبير الذي وصل إليه وحققه هذا الإنسان يا سادة الكرام. تتكلم أيضا، وفي هذا بالمناسبة تدمير كامل لما تكلمت به زميلتي المتحدثة الأولى عن أن هذا تقليص العمالة، وسنؤكد بتدمير هذا عند المتحدث الثاني من فريقي حيث سيتخصص في هذا المجال سادة الكرام كما سأوضح في شرح استراتيجية فريقي. تحدثت أخيرا في أن التطوير الذكاء الاصطناعي فناء للبشرية، كذلك كانت النار كانت ستكون فناء للبشرية في عين من يرى المجهول، في عين من يرى العلم، في عين من يرى التعصب والدعوة إلى كل تأخر للبشرية أنه سيء ولا نريد تجريبه لكونه مجهولا ومجهولا فقط. نحن نراه فرصة يا سادة الكرام وليس رعبا. لا ندعم هذه الفوبيا من المجهول ومن التقدم، نحن نريدها فرصة للبشرية، سيحل البشرية مشاكلها وسيطورها ويستخدمها لحل مشاكله سادة الكرام. لن تتحكم بنا، ولا أدري من أي فيلم استطاعوا استخدام هذه الدلالة. سادة الكرام، نحن جئناكم من هدف سام وراقي، هو تحقيق أعلى مصلحة للبشرية، أو تحقيق المصلحة الأعلى للبشرية. فنحن نرى أن في هذا القرار كبح لعجلة التقدم البشري. جئناكم في البداية من منظور مفهومي سأتكلم عنه أنا في منظور العلم والتقدم، وستكلم زميلي المتحدث الثاني في مفهوم تطبيقي لمثل هذا الاستخدامات الجيدة والرائعة لمثل هذا التكنولوجيا الحديثة. أما الأول، الخوف من الذكاء الاصطناعي سادة الكرام ليس خوفا من الذكاء الاصطناعي بذاته، بل هو خوف من الذكاء الإنساني الذي صنع بالأساس هذا الذكاء الاصطناعي. هم لم يخافوا من أن الأرض تكون كروية عند غاليليو، خافوا أن هذا الإنسان سيصبح ذكيا بما يكفي ليرفض حكمهم، ليرفض الأشياء السيئة التي يريدون فرضها عليه. وبالتالي فريق الموالاة، نحن لا نخاف من شيء أنتجته البشرية بالطريقة الصحيحة، فهو بالنهاية أداة مثلها مثل أي إنتاج علمي قام بها البشرية، تستخدم بالطريقة الصحيحة، تستخدم في الطريقة السيئة. إذا نظرنا إلى السكين مثلا، كم قتلت السكين من أشخاص؟ لربما مليار من البشرية قتلت السكين. هل بفعل هذا الفعل نقول أن السكين أداة شريرة؟ أوقفوا لاحقا، أوقفوا صنع السكاكين، هذا شيء غير مقبول. الاصطناع الذكاء الاصطناعي يا سادة الكرام هو أداة خلقتها البشرية لضمان رفاهيتها وجودة عيشها ورفعها، لا لدمارها والعالم الأسود المستقبلي الذي أتى به فريق الموالاة. تفضلي بمداخلتك. صحيح، هذا 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 كلام صحيح. السكين لا تمتلك عقلا ولا تمتلك قدرة على برمجة نفسها، لكن هذا الأمر محدد بالضرورة أنه ليس فقط الكائن الحي، هو ليس فقط عبارة عن ذكاء فقط، فهو يتكون من مشاعر وعواطف وغيرها من الأشياء. فبالتالي لا يغرنكم فريق الموالاة بأن الذكاء الاصطناعي ولو أصبح بذكاء الإنسان بمعنى أنه تفوق على الإنسان، فما زال الإنسان هو الذي صنعه وهو الذي يمتلك هذه القدرات على حل أي مشكلة بحيث
يمتلك العواطف والاستمرار والقدرة المستمرة على التطور مثله مثل أي شيء من الأشياء الأخرى، ولن يساويه أبدا في الأشياء الأخرى، فقط في الذكاء كما عرفتم سادة الكرام. تكلموا أيضا بأن البشرية، وهي قاعدة أساسية جدا، البشرية لن تستطيع التحكم في هذا الذكاء الاصطناعي. هو في كل أداة يخترعها البشرية وفي كل مفترق طرق نصل عنده سادة الكرام، ادعوا أن البشرية لن تستطيع التحكم في هذا الشيء، ولكن البشرية أثبتت في النهاية أنها قادرة على الاستجابة وحل جميع المشكلات وقبول الاختراعات التي تصنعها، وهي مستحقة لحل مشاكلها، ولا تنظر إلى الجانب السلبي. لا تقف سادة الكرام مع الجانب السلبي والصورة النمطية السوداء القادمة من العصور الوسطى. والسلام عليكم ورحمة الله. أشكر السيد عبد الرحمن على خطابه، ونعود مرة أخرى لفريق الموالاة مع المتحدث الثاني السيد إشراق، فلنتفضل مشكورا. المحكمون الكرام، زملائي في فريقي الموالاة والمعارضة، سلاما حارا يصل من قلبي إلى قلوبكم جميعا. سادتي الكرام، نجتمع اليوم لنناقش قرار المجلس الذي يندم على تطوير الذكاء الصناعي المتقدم، ونحن كفريق موالاة نواليه بشدة في ندمه ندما شديدا، ونعتبر ولنا في ذلك العديد من الحجج التي بدأت زميلتي بذكر بعض منها، وسأواصل على منهجها لأذكر ما تبقى منها، لأننا نرى أن هذه المسألة أصبحت مسألة حياة أو موت، وأصبحت مسألة خطيرة جدا، إيمانا منا بهدفنا الذي لا حياد عنه، ألا وهو تبيان أن مستقبل هذا التقدم مجهول، وأنه أصبح تهديدا صارخا للبشرية. أبدأ أولا بتفنيد ما جاء على لسان فريق المعارضة الذي، وأذكره بأننا لسنا كما قال ندعو إلى التخلف والرجعية والركود، وإنما قلنا أن مبدأنا العام ضد سوء استغلال هذه الآلات وحيادها عن مسارها الأساسي الذي جاءت أصليا لخدمته. جاءت هذه الآلات سادتي الكرام لخدمة الإنسان، جاءت لهذه المصلحة الأولى، جاءت لتسهل حياة الإنسان ولتطويع، وجاءت لنطوعها لمصلحته، ولكننا رأيناها اليوم شكرا جزيلا تخرج عن تحكم الإنسان في العديد من المواقف، ورأيناها تحيد عن مسارها الأصلي الذي جاءت من أجله، وهذا ما نحن ضده. نحن لسنا ضد كل مظاهر التقدم العلمي، وإنما ضد ما حاد عن مساره، وهذا ما نعد التأكيد عليه. رأيناكم سادتي الكرام من خلال مواقفكم تهتمون فقط بالإنتاجية الكبيرة وتهملون الجانب الإنساني للإنسان، فلا تتحدثون بمبدأ إنساني أبدا، في حين أننا قدمنا لكم الحجة التي تتحدث عن مواطن الشغل وعن هؤلاء الآلاف الذين سيخرجون دون أي مواطن شغل. سادتي الكرام، نحن قلتم أنكم لا تخافون من شيء يصنعه الإنسان لأنه لن يخرج عن المسار الذي حدده له هذا الإنسان. سادتي الكريم الكرماء، هذا الروبوت الذي تحدثنا عنه تغلب على إنسان وبرمج نفسه بطريقة تغلبت حتى على القدرة التي برمجها به صاحبه، تغلبت عليه بقدرة غلبت الإنسان، فأصبح الآن غير متوقع الأفعال، أصبح الروبوت غير متوقع الأفعال، وبذلك لأن ذكاءه، ذكرنا في تعريفنا سادتي الكرام أن الذكاء يساوي أو يفوق ذكاء الإنسان، وبالتالي نحن لا نتمكن بذكائنا نحن وهو يمكن أن يفوقه بأن نتوقع أفعاله، في حين أن ذكاءه يفوق ذكاءنا. هذا ما نتحدث عنه، هذا هو الخطر الحقيقي والرهان الذي جئنا لإثباته الآن من خلال ندمنا على تطوير الذكاء الصناعي المتقدم. سادتي الكرام، المصير بهذه الطريقة يصبح غير متوقع أبدا، وأذكر أننا لا نتحدث عن آلات بسيطة لا تستطيع، ليس لها ذكاء صناعي مثل السكين والمجرار أو كل ما ذكرتموه، وإنما نتحدث عن آلات يفوق ذكاؤها ذكاء الإنسان، وهذا هو المشكل الحقيقي.
الحقيقي الذي جئنا لمناقشته وحددناه بطريقة واضحة مؤطرة. قلتم أن الآلات لا تملك مشاعر، وذلك سادتي الكرام أخطر بكثير على الإنسانية، لأنها لا يمكن أن تقدر شيئا لهذا الإنسان، ولا يمكن أن يكون لها أي ضوابط تعيقها عن فعل كل ما يمكن أن يكون مشينا إذا وقف في اتجاه مصلحتها. أمر الآن إلى ذكر حججنا، فأقول في حجة الأولى أن الذكاء الاصطناعي المتقدم يتم استغلاله في خدمة الحروب. أفسر فأقول أن الدول المتقدمة التي تملك المال الوافر لتطوير الذكاء الاصطناعي ولها العديد من المخابر المخصصة لهذا الأمر، الذكاء الصناعي المتقدم جدا والذي يفوق ذكاء الإنسان أو يساويه، جعل هذه الدول ذات المصالح العديدة تصنع آلات عديدة ومتنوعة وتتفنن فيها لتجعلها تفوق ذكاء الإنسان باعتبارها تراقب كل تحركات الشعوب التي تود الهيمنة عليها. وقد تمت برمجة العديد من الآلات حتى على التذكر لسمات الوجوه وبصمات العين وحتى من الخطوة. تخيلوا أن هنالك آلات يمكن أن تتذكر الإنسان من طريقة مشيته، تضعها هذه الدول في دول أخرى لتراقب كل تحركات الشعوب وكل الطرق التي يتصرفون بها، لتفهم تدرس بذلك كل شخصياتهم وتعرف كيف تهيمن عليهم وتعرف كيف تجعلهم في خدمتها. هذه المشاكل، كل هذه الآلات التي جعلوها موجودة، جعلوا لها امتيازية خاصة في أنها في العديد من الأمور تتصرف بنفسها دون العودة إلى إنسان يأمرها، دون أي أمر إنساني. إذا شهدت أي نوع من التحركات، جعلوا هذه الآلات تراقب الدول وتشهد أي نوع من إذا شهدت أي نوع من التحركات المشبوهة، فبإمكانها التدخل بنفسها لوضع حل حد لهذه الحركات. تفضل. ألم تروا أن هذا الحجة لديكم تثبت أن الاستخدام السيء لهذا الشيء هو المدمر لهذا الشيء وليس الأصل في المشكلة؟ شكرا سيدي الكريم. نحن هنا نندم على تقدم الذكاء الاصطناعي نظرا لاستغلاله السيء، هذا ما قلناه منذ البداية، هذا ما نرفضه. نرفض الاستغلال السيء الذي جعلنا نندم على وصول التطوير إلى هذه الدرجة. سيدتي الكرام، جعل هذا الأمر هذه الدول تراقب كل تحركات الدول الأخرى وتتدخل فيها دون أمر الإنسان. أبرز مثال هو مثال أمريكا التي وضعت في اليابان آلات عديدة وطيارات بدون طيار قادرة على مسح خمس الشعب في دقيقة إذا وجدت منه أي خروج عن طاعتها. أمر الآن إلى ذكر حجة الثانية، فأقول أن الذكاء الاصطناعي يتم استغلاله في التلاعب بمصير الشعوب. فقد أصدر العديد من العلماء من خلال مخابر وشركات عديدة يشتغلون فيها ساهموا في تطور الذكاء الصناعي، فأصدروا بذلك عديد الآلات المبرمجة برمجة تعطيها من الاستقلالية ما يمكنها مرة أخرى من دراسة تفكير الشعوب وأفرادها ومن معرفة المعطيات الشخصية الخاصة الذاتية التي لا يحق لأي إنسان آخر بأي موجب أخلاقي أن يعرفها، جعلتها لمصلحتها لتوجه الرأي العام داخل دولتها. هنالك حكومات تستعمل هذه الآلات لتوجيه الرأي العام داخلها، هنالك شركات تستعمل لتوجه الرأي العام ولتبث فيه معلومات تخدم مصالح أفراد وجهات سياسية معينة لا يمكن أن نعرف أهدافها السياسية. سادتي الكرام، أبرز لكم مثال كامبريدج أناليتيكا التي تحكمت في توجيه الرأي العام في أمريكا لانتخاب دونالد ترامب، وتحكمت في 7 انتخابات أخرى بذكاء اصطناعي متقدم يتحكم وحده في الإنسان، مما جعلها تتحكم في مصير الشعوب وتصعد ترامب إلى كرسي الرئاسة، وهو ما يجعل هدفنا هدفا أساسيا، ألا وهو أن تبين أن مستقبل التقدم مجهول وأصبح تهديدا صارخا للبشرية. الاصطناعي.
دخلت علينا المتحدثة الثانية من فريق الموالاة لتدمر ما والته ولتحدث تناقضا عميقا في مقولتها. وهي عندما دخلت قالت: نحن لسنا ضد التقدم العلمي، وهنا يخالف المبدأ الندم الذي هم جاءوا لموالاته. قالت: نحن ضد حيادها عن مسارها وضد استغلالها عن مناصبها، وجاءت بجميع حججها في كيفية استخدام هذه الأداة، كيفية استخدام وما وضحه في حجته الرئيسية متحدث الأول بالتفصيل، أن نحن هنا لسنا نتحدث عن استخدام هذا الاختراع، ولكن نتحدث عن الاختراع بذاته، وهم أتوا مواليين لنص المقولة التي هي ندم للاختراع بحد ذاته، وليس ندم لاستخدام هذه الأداة، فأتت ودمرت جميع موقفي بطريقها من موالاة لهذه المقولة. وقالت في مبدئها الثاني، وهو تغلب على الإنسان وخروج عن قدرته السيطرة، وكأنها تشاهد فيلما، وأن الجيوش الآلية تأتي لتدمر الإنسان، ولم تأتي بأي مثال ولم تأتي بأي شيء، وأنها كأنها استدلت على الأفلام الخيالية العلمية التي تحضرها مرارا وتكرارا، ولم تأتي أي مثال حقيقي عن التفوق هذا الذي دمر الإنسان وتغلب عليه بطريقة مجنونة مثل ما وصفتها. أيضا قالت عن استخدامها في الحروب وعن استخدامها لمصالح شعب ضد مصالح شعب وتيسيرها والضغط الإعلامي أو الضغط على هذه الحروب. يا أصدقاء، يوجد مثلا الصحافة، هل الصحافة تأتي وتحدث أخبارا عن هذه الحروب وتحدث وتكتب فيها مواقف عن طرف ضد آخر؟ هل نندم على الصحافة؟ هل نلغي الصحافة من مجالنا؟ هل هذا قول منطقي؟ إنها أتت وكررت عن استخدام هذا الاختراع، وكل حججها مبنية على ذلك. تمام، فأنا آتي إليكم المتحدث الثاني بعدما فندت جميع حججها، والذي أساساً فندها أبو زميلي المتحدث الأول ضمنياً في حججه لاحقاً، ولكن أعادوا تكرار ما جاءوا به من تناقض وأصروا على تناقضهم من جديد. أنا أتيتكم المتحدث الثاني معارضة شادة لندمهم هذا عن هذا، أنهم يندمون على التطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم من مبدأ إنساني، وهو تحقيق المصلحة الأعلى للإنسانية. دعوني أبدأ من جانب التطبيقي وأقول لهم مفنداً بالتفصيل ما جاءته المتحدثة الأولى من احتلال الروبوتات للوظائف كما تحدثت عنه، وتدمير البشرية على لسانها. الذكاء الاصطناعي المتقدم صنع هنا ليحل مشاكل إنسانية لا ليزيدها. فنحن هنا عندما نتحدث عن الجانب الوظائفي، نحن نتحدث عن تحول وظيفة من نمط إلى آخر، وليس موت وظائف من هذا الذكاء الاصطناعي. نحن هنا ما لا يفهمه هذا الفريق الموالي هو دورة حياة الوظائف، ديناميكية الوظائف في هذا العصر المتقدم. فهنا ما يحدث هو مثل ما قلت تغير من طبيعة وظيفة إلى طبيعة أخرى، وخلق وظائف جديدة. فهنا مثلا كنا في الماضي نكتب القيود المحاسبية لاحقا كنا نكتب القيود المحاسبية بطريقة يدوية تتطلب موظفين وجهود ووقت كبير مما يحدث قبل التقدم العلمي. فأتى الحاسب الآلي وحدث هرع لدى الناس بأنه سوف تحتل وظائفهم وسوف تدمر حياتهم مثل الهرع الذي حصل عند فريق الموالاة. فماذا كانت النتيجة؟ عند تقدم الحاسب الآلي وعند اختراعه ولد وظائف بنسبة 120% أكثر من الوظائف الحالية. نعم، لقد غير طبيعة العمل وهذا ما نحن أتينا به، ولكن لم يلغي وظائف، بالعكس فإن زادها وظائف وزاد نسبة الوظائف التي هي موجودة. وأيضا زاد كتابة القيود المحاسبية عند استخدام الحاسب الآلي زادها دقة ومعلومة، زادها دقة ولغى المشاكل الإنسانية اليدوية، وزاد أيضا وظائف مثل ما قلت. أتيكم إلى موضوع خلق الوظائف الجديدة. فنحن هنا وسوف أدل بأمثلة أن نحن خلقنا وظائف جديدة. جاءت المتحدثة الأولى في قول أن هذا الروبوت قادر على العمل 24 ساعة على 24 ساعة. هل فعليا إن أنا اخترعت روبوت
ووضعته هنا 24 ساعة 24 ساعة، هل سوف يعمل طول حياته من دون تدخل البشري الحقيقي؟ بالطبع لا، فهي جاءت متوهمة أنه سوف يعمل لحاله ووحده من دون تدخل بشري. 24 ساعة 24 ساعة، ولكن يحتاج تطوير، يحتاج مراقبة، يحتاج كل وظيفة دقيقة في هذا الروبوت، يحتاج وظيفة بشرية تساعد هذا الروبوت على إكمال 24 ساعة 24 ساعة التي رأتها بصورة مثالية مثلما وضحتها لكم. وأيضا لاحقا، وأيضا يوجد مثلما قالت المتحدثة الأولى في مثالها، المتحدثة الأولى في مثالها الأول عن أن الشطرنج وأجاءتها الذكاء الاصطناعي ليفوز هذا اللاعب في الشطرنج. ألا ترون أن عدم تغلب هذا اللاعب في الشطرنج إنها مشكلة إنسانية؟ هي مشكلة إنسانية، إنه لم يوصل إلى القدرة العالية ليستطيع المرحلة الكبيرة ليستطيع التغلب في هذا الشطرنج، فهي مشكلة إنسانية، وأتى الذكاء الاصطناعي ليحل هذه المشكلة الإنسانية. دعونا نرى مشكلة إنسانية تهمنا أكثر من الشطرنج التي ذكرتها، وهي مشكلة إنسانية بيئية صحية مرضية، مشاكل تهمنا، أتى هنا ليحل ويقيم جميع المشاكل الإنسانية وليطور عليها. فنحن هنا نحتاج إلى تطور في الحلول وإلى حلول مستقبلية تنافس الأمراض المستقبلية بذلك. وأيضا أريد أن أنوه على خلق وظائف، وأريد أن أضرب أمثلة مثل التي بالمصطلح الإنجليزي هي البيج داتا والداتا ساينس. إنها أصبحت الآن وهي بالتالي هي تعامل مع بيانات ضخمة لخلق هذه الذكاء الاصطناعي. إنها وظائف كبيرة، لقد فتحت مجالات في الماجستير والدكتوراه في أكبر وأرمق الجامعات العالمية. إنها من أكثر الوظائف رواتبا. كل هذه الوظائف وكل هذه الموظفين تعمل لصالح التطوير وخلق هذا الذكاء الاصطناعي وليس لتدمير الوظائف مثلما قالته، فهو خلق وظائف أكبر وأرقى برواتبها وجودتها وجودة منتجاتها والتطور اللي نحن فيه. والسلام عليكم ورحمة الله. أشكر السيد حمزة على خطابه، وننتقل إلى المتحدثة الأخيرة في الخطابات الرئيسية لفريق الموالاة السيدة زهراء، فتتفضل مشكورة. مسارنا وتحدثنا عن سوء استغلال بدلا أن نتحدث عن هذه الآلات في المقام الأول. نحن تحدثنا في هدفنا ومنذ تعريفنا منذ البداية كيف أن هذا الندم إنما هو مرتبط بسوء الاستغلال، وأن تبرير هذا الندم إنما هو سوء استغلال، إضافة إلى هذه الآلات مستقبلها مجهول. وبالتالي عندما تتحدثون عن أن سوء الاستغلال في هذه الآلات هو الإشكال وليس في الآلات بحد ذاتها، أريد أن أسألك، أنت تساند الذكاء الاصطناعي وبالتالي أنت تساند هذا التطور، إذن أضمن لي أن سوء الاستغلال هذا لن يكون موجودا أو امنع سوء الاستغلال هذا. بالطبع لا يمكننا أن نتحدث عن وجود آلات متقدمة بذكاء صناعي بدون وجود سوء استغلال. هل عندما أندم أنا على خلق مثل هذه الآلات هل ترخمني بأن أتحدث أيضا عن منع لسوء كل هذا الاستغلال؟ سوء الاستغلال هو من البديهيات البشرية وهو موجود ولا يمكن منعه، بالتالي سواء نحن عارضنا أو أنت كنت موجودا أنت عندما تساند أنت أيضا لن تكون قادرا على منع سوء الاستغلال هذا، وبالتالي حتى بمساندتك هنا تكمن المشكلة.
الندم كان في أن هذا على وجهين اثنين. أولاً بأن هذا الندم قد حاز عن مساره باعتبار أنه فتح للبشر ضد البشر مشاكل جديدة، ومثلت هذه الآلات وسيلة جديدة يستعملها الأقوياء في محاربة وفي ضرب فئات أخرى. وهنا يكمن هذا الندم، ليس بالضرورة سوء الاستغلال هو ما يجعل المسار هذه المناظرة نحاس، وإنما سوء الاستغلال موجود دائماً في أي شيء. وأحسن مثال على ذلك هو مثال السكين الذي ذكرته. بالتالي أنت هنا تقول لي بأنه عائد لسوء الاستغلال. السكين فتحت المجال، فتحت طريقة أسهل للبشر لكي يستغل في قتل الناس، وبالتالي يجب أن نرفع هذه الشبهة علينا. يتحدث وضرب لنا مثال النار التي كيف كان البشر خائفا منها ثم كيف تحكم بها. وأنا أريد أن أقول أعطي لهذه النار قدرة على برمجة نفسها وتقليل مصيرها. مثال: ضعها في غابة كبيرة ودعها تستعر وأرينا كيف سيتحكم بها البشر وكيف أو كيف سيقلل من هذه الأضرار. في حشرته الأولى تحدث عن أن الخوف من الذكاء إنما هو خوف من الذكاء البشري وليس من الذكاء الاصطناعي، وأنه أداة خلقها الإنسان. ثم قال بأن الإنسان يتفوق على هذه الآلات بالمشاعر والعواطف، أنه لا يمتلك قدرة العقل، وهنا كان قد ناقض نفسه. إذ أنه أولا يتحدث عن أن الخوف يكمن في هذا الذكاء البشري وليس في الذكاء الاصطناعي، ثم قال بأن البشر لا يمكن أن نقارن هذه الآلات بالبشر باعتبار أن البشر دائما ما يمتلك العواطف والمشاعر. بالتالي أنت هنا في جهة تقول بأنك تخاف من الاستغلال البشري، ومن جهة أخرى تقول لا، بأن البشر لا يجب أن نخاف منه لأنه دائما ما يتفوق على هذه الآلات بالمشاعر والعواطف. أولا يقول بأن التخوف من الذكاء الذي يخلق الآلة، وبالتالي المذنب في استغلالها هو البشر. ثم عندما قدمنا مداخلة عن هل تمتلك مثلا السكين قدرة على برمجة ذاتها، قال بأن البشر عواطف وأحاسيس أما الآلة فلا. وغياب المشاعر في هذه الآلة مع قوتها العقلية التي تفوق أو تساوي قوة البشر هو ما يجعلنا نشرع لحجتنا الأولى عن ما يسبب فناء البشر أو ما يمثل الخطر في هذا الموضوع. عندما يتحدث زميلي ويقول بأننا تحدثنا بنظريات متأتية من الأفلام، ثم يأتي يتحدث مثلا عن نظرية الكرة الأرضية، عندما تحدث البشر سابقا عن إمكانية وجود رقعة صغيرة تحدث ضوء كهذه، هل كان يصدقهم أحد؟ كانوا ينعتونهم بالجنون ويقذفونهم بالنار ويعدمونهم كما قلتم أنتم. بالتالي اليوم نحن أيضا الندم هنا متأت ومبني، كل العلم متأت ومبني على فرضيات وعلى دراسات مستقبلية، وأهمها مثال ستيفن هوكينغ الذي ذكرناه عندما قال بأن هذا الذكاء البشري إنما سيسبب خطرا على البشرية في المستقبل. بالتالي هنا عندما نتحدث اليوم ونقول بأن هذا الذكاء قد تغلب في عديد من المواقف على الذكاء البشري وقد امتلك قدرته على برمجة ذاته، ما هو الضامن بأن هذا الذكاء لن يثور عليك يوما آخر؟ عندما ضربنا مثال الشطرنج لم تكن إشكاليتنا في الشطرنج، وإنما كانت إشكاليتنا في أن هذا المخترع قال بأن الآلة قد غيرت برمجتها واستطاعت أن تهزمني. فما هو الضامن أن هذه الآلة التي خلقتها اليوم لتوفر لك العيش السليم، ما هو الضامن أنها لن تثور عليك يوما؟ أنا تراك أنت أصبحت الدخيل عليها، وبالتالي عندما تقول بأنني أتأتى من فرضيات من المسلسلات وجب أن أقول لك بأنه مستقبلا كان التلفاز أيضا فرضية واليوم هو واقع، وحدوث أمثلة واقعية تجعلنا نرى بأن هذه الفرضية تسير نحو الحقيقة. وهذا ما قلناه عندما قلنا عن أن قدرتها تفوق قدرة البشر وأنها تمتلك قدرة على تطوير ذاتها. في حجة أخرى تحدث عن أن الذكاء الاصطناعي صنع ليحل مشاكل الإنسانية، وتحدث في حجتين متقاربتين تقريبا، وكيف أنه تحولت الوظيفة من وظيفة أخرى وليس اندثارها، ومثلا الحاسب الآلي يقوم بالعمل ولم ينقل الوظائف. ثم يتساءل هل ستعمل الآلة 24 ساعة طول حياتها؟ هنالك بشر يتدخلون، أيضا العديد من الموظفون يعملون لتطوير هذا الذكاء. هنا لا نريد أن نكون سطحيين ونتحدث بمنطقية وواقعية. أولا كم هو عدد البشر الذين سيقومون على صيانة آلة تعوض مئات آلاف الأشخاص؟ هذا أولا. ثانيا الآن نسبة البطالة في العالم مرتفعة، ومن قال بأن نسبة البطالة هذه التي تسير في الارتفاع لم يكن أن أحد أسبابها كان بسبب تعويض كل هذه الآلات لأماكن البشر؟ هل استطاعت كل هذه الآلات التي وضعناها اليوم إحداث وظائف جديدة وحل مشكلة البطالة؟ لا، مشكلة البطالة موجودة وتزيد، والسبب الرئيسي هو ما ذكرناه نحن عن نقص العمالة. ثم أيضا تقول بأن البشر سيتوجهون إلى البحث العلمي والتطوير الاصطناعي، وبالتالي عندما نطور الآلات نحن نخلق مشاكل. هل كل البشر قادرون على التوجه إلى البحث العلمي؟ ماذا عن تلك الطبقة الفاتحة التي تعوض مئات آلاف من العمال في المعامل، تعوضهم آلة واحدة؟ حسنا افتح الباب لمئة مخترعين يقوم
صناعة تلك الآلة وألقي 100,000 عامل يقوم بالكاتب. بالتالي ما هي هذه الوظائف التي ستضمن لي بأن العمال، نحن لا نتحدث عن 100 مخترع فقط يمتلكون شهادة عليا، وإنما نتحدث عن كل العمال. وأذكر بأن نسبة البطالة موجودة، وبالتالي عندما تتحدث أنه توجد وظائف جديدة، أنا لا أرى في هذا المستقبل أي إثبات لذلك. بالتالي هنا بينا أن تطور الذكاء الصناعي هو بالضرورة يقلص من العمالة، وأنه ليس الجميع قادر على أن توفر وظائف تتلائم مع كل أولئك العمال الذين ترتهم، خاصة أن هذه الآلات تعوض العمال الكادحين، وأن الوظائف القليلة التي تعوض هذه الآلات إنما الوظائف التي تعتمد على العقل، وليس كل العمال يعتمدون على ذلك، وأنها استخدمت في تقليل مصائر الشعوب وفتحت بابا جديدا لسوء استغلال البشر لها واستخدامها ضد البشر. كان هذا خطابنا من فريق الموالاة، وشكرا. اسمحوا لي سيداتي سادتي أن أبتدئ كلامي باقتباس كريم من أبرز معارضينا اليوم، المتحدث الثاني من فريق الموالاة. تكلمت سيداتي سادتي في كلامها وقولها: نحن لسنا ضد التقدم العلمي، إنما نحن ضد استغلاله. وكما قال متحدثهم الأول في بداية كلامه: نحن نتحسر على تطوير الذكاء الاصطناعي لمجهول مستقبله. جزيت خيرا أيتها المتحدثة الثانية في معارضة موقفنا اليوم، ومن ذلك المنطلق أبتدئ أنا سيداتي سادتي المتحدث الثالث من فريق المعارضة كلامي لهذه المناظرة التي انتهت أساسا من بعد متحدثهم الثاني. سيداتي سادتي، لجنة التحكيم الموقعة، لقد جاءكم فريق الموالاة اليوم متكلما على أن هناك، من خلال حججه أن هناك عمالة يتم تحديدها، وأن هناك فناء للبشرية، وأن هناك حروب ومصاري شعوب تحدد وما إلى ذلك. أما في مجال العمالة فقد جاء متحدثهم الأول وقال إلا هناك ستندثر البطالة وستندثر هذه الأمور، ولن يكون هناك لها أي وظائف. ولكننا بينا لهم أمرا جوهريا جدا، أنه يا سيدات الكرام، أنه إذا ما نظرنا إلى التاريخ سنرى أن هذه المرحلة قد مرت بها البشرية مراحل ومراحل متعددة. كانت لدينا الثورة الصناعية، كان لدينا جاليليو الذي قال أن الأرض مكورة، واعتمدت كثير من الأمور على ذلك، وقام البشر وقالوا أخذت وظائفنا، ماذا سنعمل الآن؟ لكن بينا لها يا سادتي أن هناك وظائف أخرى ولدت، ولأن الإنسان والوظائف ذوي طبيعة ديناميكية، فإن المشاكل لن تنتهي يا صديقتي العزيزة، والوظائف بالتالي لن تنتهي. إذا كان الذكاء الاصطناعي سيحل جميع المشاكل، فنحن في الجنة أو في المدينة الفاضلة. وعليه يا صديقتي العزيزة، فإننا نقول لكم ونقر لكم أنها حقيقة مطلقة، أن وجود أدوات جديدة سيولد بالضرورة مشاكل أخرى، وسيكون هناك ضرورة لعلاجها من قبل الإنسان، وسيكون هناك وظائف أخرى تعالجها. أما سيدتي تكلمت لاحقة في عن فناء الشعوب، ولا أدري سيدتي إن كان ذلك إلا يدل على حقيقة ومصداقية الأمر. فنحن قلنا أن في مسألتنا أن هناك ما يفرق الإنسان والآلة، أن اتخاذ القرار يأخذ أبعادا غير أبعاد الذكاء فقلنا أن هناك مسألة خيرية ومسألة شرية، والإنسان الذي يقضي في الأمر. أما الآلة من ذات تلقاء نفسها فإنها لن تقوم بذلك من تلقاء ذاتها، إنما القرارة الإنسانية هي التي تحدد أين مصير هذه المسألة سيدتي سادتي. أما بالنسبة لمصير الشعوب تفكيرها وتكلمت على أنها تتمكن من معرفة تفكيرهم، بيّن متحدثنا الثاني أن هناك علم مختص بتحليل البيانات، لا أن تقوم بتعريف معرفة تفكير شعوبها. إذا كانت تعرف طريقة تفكير شعوبها فأرجاء إخباري يا صديقتي العزيزة. أستطيع إخباري أنني سأذهب إلى الجنة؟ ما اختلاف ذلك من ذاك يا صديقتي العزيزة؟ إنها يا صديقتي العزيزة أداة متحكم بها، حدودها معروفة. لاحقا يا صديقتي، حدودها معروفة، أبعادها ممكنة. تكلمنا سيداتي سادتي أنه من خلال الإنسان، أنه من خلال تكلم المتحدث الثاني أنها ندمت على الوصول والتطوير على الوصول إلى هذا الأمر سيداتي سادتي، وناقلت نفسها وقالت نحن لسنا نندم على تطوير الاختراع. وتكلمنا سيداتي سادتي نحن في هدف واضح جدا، ألا وهو تحقيق المصلحة العليا للإنسان.
تكلم متحدثنا الأول أن كبح عجلة التقدم الإنساني أنه من خلال الندم على ذلك يكون هناك كبح لعجلة التقدم الإنساني والحضارة الإنسانية، وتكلمنا على أن المشاكل تتفوق على قدرة أن هناك مشاكل تتفوق على قدرة الإنسان المجردة في علاجها. فتكلم صديقي المتحدث الأول أن هناك رافعات وأمور تحتاج إلى رفع ما يحتاج إلى 10 رجال ليقوموا بها. فهل يا صديقتي العزيزة تقترحين أننا نندثر هذه الأمور ونقوم بجميع قوتنا العاملة وأن لا نستغلها استغلالا صحيحا، بأننا نوجد حلا لمشاكل موجودة ثم نولد معلومات واستفادة أكبر ونحل مشاكل مستقبلية أخرى. وتكلم صديقي المتحدث الثاني على أن هنا يأتي بيت القصيد وأننا نعالج الأمراض ونعالج المشاكل البيئية والصحية وما إلى ذلك، وإنما لا نعالج المسائل التي تكلمتم عنها. تكلمت المتحدث الثالثة أن ذلك سيولد مشاكل دونية. يا صديقتي العزيزة، جميع المشاكل تعالج بطريقتين، مشاكل علوية ومشاكل دونية، بل هذا هو الاحتكام الصحيح للمسألة في معالجة أي قضية، فهي تحتمل الوجهين. وعليه فإننا نؤكد لكم أن هذه الآلة سيدتي إذا تم توظيفها في السياق الصحيح فإنها يمكن معالجتها إلى أي قضية أخرى وكمن آية من أي آلة أخرى. تكلم المتحدث الثاني عن مفهوم المجهول، وتكلم أن المجهول هو ليس المتطرف الذي جاء به وليس الراديكالي الذي جاء به فريق الموالاة. لاحقا يا صديقتي، وتكلم على أن العمل قبل 100 سنة ليس نفسه بعد 100 عام، وتكلم أن هذه هي ببساطة سنة الوجود والحياة، وعليه فإنه سيتم توليد آلات جديدة وتوليد وسائل جديدة وسيتم توليد مشاكل جديدة تحل من قبل الإنسان. وهنا يأتي مفهوم السببية سيداتي سادتي، الإنسان هو الذي أوجد الآلة والإنسان هو الذي يريد الحل للمشكلة، لا الآلة التي تريد السيطرة على الإنسان وأن تحل مشاكلها سيداتي سادتي الشخصية. وهنا سيدتي تتكلم متحدثنا الثاني من خلال حدوده أن تكلم من جانب التطبيقي أن الذكاء الاصطناعي صنع لحل مشاكل الإنسان وغير طبيعة العمل تماشيا مع ذلك وحل مشاكل إنسانية ذات طبيعة إنسانية وليست مشاكل سيداتي سادتي ولدت له الاحتلال الذي جاء به من قبل آلة الإنسان. تفضل يا صديقي. كيف تفسر تغير برمجة آلة وهزيمتها لمخترعها؟ صحيح يا صديقتي العزيزة، هذه الآلة لقد وجدت ثغرة عند الإنسان ليعالجه في تعامله مع اللعبة لأنها لم بجعله عبدا لها، إنما بيّنت له وجه القصور عنده. وهنا سيداتي سادتي بينا لكم أنها كيف من خلال هدفنا كيف تحققت مصلحة العليا للإنسان. فالإنسان هنا لم يكرر الخطأ الذي كرره أمام الآلة مرة أخرى، وهنا الإنسان هو الذي يتخذ القرار والإنسان هو الذي يسير في المسألة. وعليه سيداتي سادتي نكون قد فندنا ما جاء به فريق الموالاة كموقف متكامل جدا. فنحن جئنا سيداتي سادتي وفسرنا طبيعة الوجود والعمل، فسرنا أن هناك لا يمكن أن تكون هناك كبح لعجلة التقدم الإنساني والحضارة الإنسانية، وفسرنا أن هناك ديناميكية لطبيعة المشاكل وديناميكية لطبيعة الحلول، هذه سنة الحياة. وأن طبقنا سيادتي على أن هذه الآلات وكما والتنا وكما ساهمت معنا مواليتهم الثانية وقالت أنها لست ضد التقدم العلمي وإنما ضد استغلاله، وهذا بيت القصيد سيداتي سادتي. نحن تكلمنا أن هذه الآلات هي شريرة فقط إذا كان استخدامها هو الخطأ وليس هي شريرة بحد ذاتها كما جاءت بنظريتها التي قالت أنها ستؤدي إلى فناء البشرية وكما تكلمت في هذا الباب. وعليه سيداتي سادتي نكون قد حققنا هدفنا الذي جئنا به من خلال معارضتنا لتحقيقه، ألا وهو تحقيق مصلحة العليا للإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر الفريقين على ذكائهم الاصطناعي، والآن ننتقل لمرحلة استطابات الرد. بداية من فريق المعارضة بفضل السيد عبد الرحمن، مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، دعوني أخبركم قصة سعيدة. فقد أنهى رئيس لجنة التحكيم المناظرة بسلام وطلب من الجميع الخروج ليناقش هو ولجنة التحكيم نتائج هذه المناظرة. ابتدأ رئيس لجنة التحكيم بطرفة مضحكة جدا جدا، إذ يقول أن مشاكل فريق الموالاة في هذا اليوم تحتاج إلى ذكاء اصطناعي لحلها. سادتي الكرام، تكلم رئيس لجنة التحكيم حول نقطتين تصادم أساسيتين في هذه المناظرة.
نقطة التصادم الأولى هي الأثر على أثر الذكاء الاصطناعي على حياة البشرية، هل هو إيجابي أم سلبي؟ والنقطة الثانية الأساسية والمهمة جدا هي أصل هذا الاختراع وهذا التقدم البشري، هذه التكنولوجيا، هل هو جيد أم شرير؟ أما في موضوع الأثر سادة الكرام، تكلم فريق الموالاة عن أن أثر هذه التكنولوجيا سيقلص العمالة، سيؤدي إلى فناء البشرية، سيتم استغلالها في أداء الحروب، سيتم استغلالها في التحكم في السياسات، فوضح فريق المعارضة سادة الكرام في جانب العمالة بأن العمالة تتغير وهي أمر ديناميكي، ستتحول العمالة من درجة، وباستخدام الدراسة التي أداها فريق الموالاة أن 14% من الأعمال الحالية ستندثر بحلول 2024، وبالتالي ستنشأ أعمال جديدة طالما هنالك مشاكل جديدة ناشئة عن تقدم الحياة البشرية وتطورها، وبالتالي لا وجود لنظرية تقلص العمالة سادة الكرام. أما جانب فناء البشرية فقد أوضحنا سادة الكرام أن لا مصدر له سوى أفلام الخيال العلمي التي حضرها فريق الموالاة. وتكلم أيضا سيد العزيز في موضوع الأثر، فريق المعارضة قال أن الذكاء الاصطناعي يعطي الإنسان أفقا جديدا في حل المشاكل، في حل المشاكل الصحية، في حل المشاكل البيئية، في حل العديد والعديد من المشاكل، كونه يؤدي دورا مهما جدا جدا في حل المشاكل المعقدة التي تستعصى على الإنسان حلها في حياته اليومية. أما في جانب الأصل سادة الكرام، تكلم فريق الموالاة في وجهين في هذا الموضوع، تكلمت في البداية المتحدثة الأولى أن الأصل شرير وأن هذا الاختراع سيؤدي إلى تدمير البشرية. أما الوجه الآخر فقد أداه المتحدث الثاني من فريق الموالاة، إذ أوضح أننا لسنا ضد التقدم العلمي، لسنا ضد التطوير، وإنما نحن ضد الاستغلال السيء لهذا التطوير، وتوضح ذلك جليا مرة أخرى في حججها التي قالتها، الاستغلال السيء سيؤدي إلى استخدامها في الحروب، الاستغلال السيء سيؤدي إلى التدخل في السياسة، وبالتالي هي استغلال سيء وليست شريرة بأصلها، وإنما وهم كما قالت ليسوا ضد التقدم العلمي. أما سادة الكرام، فريق المعارضة فقد أوضح أن الأصل سادة الكرام هو جيد كأصل أي اختراع تقدمه البشرية، وهذا كأي أداة أدتها البشرية، استخدمتها بالشكل الجيد ستفعل بها أمورا جيدة، استخدمتها بالشكل السيء ستفعل أمورا سيئة. سادة الكرام، دخل رئيس لجنة التحكيم وطلب من جميع الحضور الدخول لإعلان النتيجة، فقال سادة الكرام لن تقتل هذه اللجنة غاليليو وتعلم فوز فريق المعارضة. بين موقفين واضحين جليين، المعارضة لم تفهم حقيقة وجه المشكل وكارثيته الحقيقية، فنجد نفسنا أمام فريق اعتبر الذكاء الاصطناعي موضوعا بسيطا جدا وكأننا نتحدث عن لعبة من أطفال، وأتوا واحدا واحدا ليحدثونا عن النار والسكين والرافعات، مقابل فريق آخر اعتبر الذكاء الاصطناعي سرطانا ينخر البشرية وكارثة ودمارا قد تؤدي إلى فنائها. فالمشكل أيها السادة كما قلنا أعمق من مجرد حواسيب وهواتف ونار وسكين، المشكل هنا أننا أمام آلات قادرة كما قلنا في حجتنا على إعادة برمجة وهيكلة نفسها بنفسها، وبالتالي هي قادرة على نفي البشرية. سخروا من استدلالنا بمثال لاعب الشطرنج، ولكن لاعب الشطرنج هو نبذة صغيرة إن لم نعتبرها فإنها قد تقود إلى ما هو أسوأ، واسخروا حينها.
قالوا بأن أمثلتهم كلها كما قلنا جاءت عن النار والسكين، وكأننا لازلنا نعيش في العصر الحجري وننبهر بمجرد اكتشافنا للنار. قالوا في حجتهم بأن لهم الإثباتات بأن هذا الذكاء لن يتغلب على الإنسان أبدا، ونحن لم نرى أي إثبات واحد. وإن كان ذلك صحيحا حقا، فلماذا نحن هنا أصلا لنتناظر حول قرار المجلس؟ واتهمونا بالحياد عن القضية، ولكن نحن نفترض أن القضية جاءت تنص على الندم، وأن الندم يستوجب مبررا، وأن مبررنا لهذا الندم هو سوء الاستغلال كما قلنا، ونحن نندم على هذا التطوير لأنه وقع سوء استغلاله، وهذا الندم كما قلنا مبرر بسوء الاستغلال. نحن نجد أنفسنا كما قلنا أيها السادة بين موقفين، موقف قام على منطلق تاريخي عن كروية الأرض والنار والسكين، بسط القضية واعتبرها مجرد حواسيب وهواتف بسيطة لا تسمن ولا تغني في الجوع، وموقف آخر طرح مشاكل سلبية واقعية ليست ببعيدة المدى أبدا، وهو أقرب بكثير إلى ما هو كائن. فقلنا عن أن هذا التطور صار تهديدا للحياة والعمل والأمن من خلال ترسانة من الحجج التي بنيناها لبنة لبنة مقابل نقاط استفهام عديدة لدى المعارضة. فهل نتحدث عن سكين ونار أم آلات دمار؟ وكيف سيشتغل العمال بعد هذا التطور الذي نتحدث عنه؟ وهل يتحكم الإنسان في الآلة أم تحكمه؟ فأجيبونا من فضلكم، وشكرا لكم.